تين تايتنز جو من أكثر المسلسلات الكرتونية المثيرة للجدل في ذكرياتنا حالياً. هذا المسلسل اللي من كارتون نتورك استقبله العالم طريقة بشعة. من كثير من المشاهدين يشوفون نسخة تين تايتنز الأصلية ولكن من سوق الخضار. اليوم راح نشوف بعض أسرار الكرتون هذا من كارتون نتورك اللي كارتون نتورك أصلاً ودهم يخبونه مننا. قبل ما نبدأ المقطع لا تنسون زر الاشتراك، ضغطة زر بسيطة صدقوني ما راح تندمون، وخصوصاً ما راح تندمون على مقطع 50,000 لأنه صراحة أسطوري. عالم غير محدد أو poorly defined world. من زمان مسلسلات كارتون دي سي حاولت ما تتخالط مع بعض أو تخلط شخصيات من هنا وهنا. كل المسلسلات هذه انعرضت في نفس الوقت، فمحاولة فهم وين كل شخصية في العالم كان صار شيء صعب جدا. ما تشوف مثلا تين تايتنز يظهرون في مسلسل جاستس ليج، لأن كان صار شيء غريب إن سايبورغ يقاتل هنا وهنا بنفس الوقت ونفس المكان. من بعدها ظهر بعض مسلسلات دي سي تندمج مع بعض مسلسلات دي سي الأخرى. هذا كان سبب خبصة للمشاهد في فهم التايم لاين وفهم اي شخصية موجودة في اي عالم ومن هذه الاشياء. مع ان ممكن تتحمس لظهور كروس اوفر بين مسلسلاتك المفضلة، الكروس اوفر ما جاها دعم اللي توقعه الصانعين، بل جاهم نقد كثير بسببه. قالوا ان كروس اوفر سببت عدد كبير من الضياع في قصص الكراتين الاخرى، وبعض الشخصيات في هذا المسلسل جاتهم بعض الاطباع اللي ما هي مفهومة لنا وغيرها من اسباب. كذا ولا كذا المسلسل يكمل في توسعة عالمهم بالكروس اوفرات، والكتاب نشوف انهم ما يهتمون في رأي المشاهدين. رماد شخصية جيسون تود في كرتون تين تايتنز جو، الروبن اللي نشوفه كل اسبوع يجي ويروح هو حبيبنا ديك جريسون اللي مستقبلا راح يصير نايت وينج، وعنده سر تقدر تقول مظلم. في احدى الغرف اللي في جدار بيت باتمان او البات كيف كان في زهريات، صور، مزخرفات واشياء كثيرة. واحدة من الزهريات هذه مكتوب عليها اسم الروبن الثاني اللي هو جيسون تود، نفس الروبن اللي توفى على يد الشرير جوكر وفيها رماد جيسون. شيء غريب انه يكون في مسلسل اطفال، ولكن ما همنا هذا، همنا هو السلاح اللي جنبه اللي هو نفس السلاح اللي جوكر قتل فيه جيسون وقاعد جنب رماد جيسون واللي هو الكروبار. ما هو شيء مفروض يعصبون عليه مشاهدين صح؟ لا شكلك ما قد شفت فنزة كارتين اطفال خارقين، مصطلحات ما يفهمها الا الكبار او سنيكي ادولت ريفرنسز. مسلسل تين تايتنز جو مليان بهذه المصطلحات، ولكن عشان المسلسل الكرتوني هذا موجه للاطفال اغلب الاوقات يتخطونها الاطفال ولا يفهمونها، ولكن النكت اللي نشوفها الكبار بلفه وجه سريعه تسبب حرب في السوشيال ميديا. مثال حلو هو حلقة الأحد الكسول أو أحد الخمول، لما سايبورغ وبيست بوي كانوا كسولين على الكنب ويظهر لهم غيمة من دخون أو دخان من ولا مكان كذا فجأة. واضح وضوح الشمس أنه يعبر عن الدخان اللي يطلع بعد استخدام نوع من أنواع المخدرات إذا فهمت قصدي. إذا تشبكها مع كسلهم والمعلومة أن سايبورغ وبيست بوي أخذوا شيء غريب أكلوه قبل اللحظة هذه بشوي، يودينا المكان واحد فقط كإجابة. ما هو المصطلح الوحيد اللي كان في هذا المسلسل ولا هو الآخر، لأن فيه كثير من هذه الأشياء. هذا المثال يبدأ لما سايبورغ وبيست بوي كانوا يطبخون في المطبخ، ثم في لقطة من اللقطات نشوف سايبورغ يضرب لحمة اللي طبعا مصطلح تمتع النفس. الأطفال ما كان فهموها لكن الكبار 100% اكتشفوها. نكت كبار السن أو adult jokes مع مصطلحات مخفية في المسلسل. المسلسل حتى ما خلى النكت المخفية اللي تصلح لأشخاص فوق 18 سنة، وفيها نكت بعيد من مخفية. إضافة نكت من هذه الطبيعة موجهة لأصغر الأطفال مفاجئ شوية. واحد من الأمثلة هو أغنية بيست بوي ريفن، الأغنية فيها يقول إن ريفن ما تعرف إيش تسوي لما تدخل عمام، ثم تظهر ليدي لقسس وتحط رئيس الهاي فايف جيزمو في مسكة مدلة اسمها مسكة المقص. مع أن كثير من الأطفال ما يعرفون وين روسهم مع هذه الأشياء، بعض الأهالي شافوها ما هي كويسة. في آخر مقطع قلت إن تي تايتنز جو الكرتون هذا يعشق نكت عن المؤخرات وعديد من اللقطات اللي لها علاقة بهذا الشيء، حتى مع طرق مبسطة للأطفال، ولكن الصدق ما لها داعي والأشياء هذه تبعد المسلسل من الشيء اللي تين تايتنز جو مفروض يكون، وياخذ المخاطرة في عصبية كثير من الأهالي. الحلقة المحذوفة أو The Band Episode، طبعا لما نيجي الأمر لصناعة كرتون أنيميشن الصانعين لازم يكونون جاهزين في الجدول. في نوفمبر 13-2015 الشيء هذا رجع لهم أو الكارتون نتورك زي الكارما، بعد ما أنعرض حلقة سولتي كوجرز، والمشكلة هي إنه كان بينعرض في نفس أوقات الإرهاب اللي صاير في باريس. كثير من حلقة سولتي كوجرز ركزت على التايتنز يموتون في السن الكبير مع ريفن تهاجم الموت عشان تنقذهم. بعد عرض الحلقة مع توقيت زفت شالوا الحلقة من جدولهم كامل. ما كان في اشياء مقلة الاداب كثير، وفي حلقات عديدة العم بكثير، بس صانع تين تايتنز جو
قرر انه ياخذ الطريق الامن الكثير من وقت العرض او too much air time. لو كنت مشاهد لتين تايتنز جو راح تلاحظ شيء اغضب كثير من المشاهدين في هذا الكرتون. تين تايتنز جو ما ينقلع من الشاشة وعلى طول ينعرض. صار واضح ان كارتون نتورك يبغون يحلبون الكرتون هذا حلب لدرجة في هاشتاقات صارت يبغون تنويع في الكراتين. بدأ عرض نفس الكرتون 1000 مرة باليوم. نظرية لسبب عرضهم هذا هو ان تين تايتنز يجيب لهم ارباح كثيرة من سبب تكلفة ان الانتاج انها تكون خفيفة، وكارتون نتورك مستحلين هذا الشيء. الكرتون كان ينعرض 15 مرة في اليوم، انعادت نفس الحلقة عدة مرات في 24 ساعة. لا من جد، احصائيات طلعوها ان في اسبوع واحد من تين تايتنز جو انعرض اكثر من 84 حلقة، وبعض المسلسلات الثانية انعرضت 5 مرات في نفس السبع ايام هذه. اذا كان سبب عرضهم الطويل هو ان المشاهدين يدمنون عليها، كان سببهم 1000% غلط، لان العكس بالضبط صار. تخطي او الابتعاد من فريق الجاستس ليج. العلاقة بين جمهور جاستس ليج وتين تايتنز كانت عسرة، عشان عرض كرتون تين تايتنز جو كان شويات بعد وقوف مسلسل جاستس ليج. بس من بعدها الاشياء تغيرت للأسوأ. في 2017 كانوا ناويين يرجعون جاستس ليج بشكل جديد ومسلسل جديد اسمه جاستس ليج اكشن، وتقييماته كلها كانت رهيبة. وبعد جدوله الموسم الثاني الفانز تفاجؤوا ان المسلسل ما كان بيرجع اصلا، وما كان في خطة للموسم الثاني لهذا الكرتون الاسطوري. وهذا الشيء اللي استغرب منه كثير وعصبه، ليش الكرتون تين تايتنز جو المعطوب يجيه موسم جديد والمسلسل اللي كان تقييماته اسطورية توقف وتخلوا عنه كليا؟ ما هو مفهوم للعقل. اكيد في شيء صار خلف الكواليس، رؤساء كرتون نتورك يحاولون يخبون مننا شيء. وزيدكم عن الشعر، بيت جاستس ليج كان جدوله الفيلم كامل ولكن سحبوا عليها بعد واعطوا تين تايتنز جو فيلم ونزلت بداية 2018. ليش يكرهون جاستس ليج وايش ما يعجبهم عنه؟ نعرف فيلمهم اللايف اكشن كان زفت، ولكن ازالتهم الكرتون او الكراتين الثانية غير مفهوم. الناس يكرهونه او people hate it. ندري ان كثير من اللي قلته في المقطع كفاية عشان تفهمون ليش كثير من الاشخاص او المشاهدين يكرهون هذا المسلسل، ولكن صدقوني توني بادي، الناس صدق صدق يكرهون تين تايتنز جو. فانزات المسلسل تين تايتنز الاصلي فروا بعيونهم اول ما سمعوا عن خبر نزول هذا الكرتون، وكثير من هذول الفانزات واقفين عن كلمتهم اليومنا هذا عن رايهم في المسلسل وانه خرا، حتى بعد نص عقد من السنين من بدايه نزول الكرتون هذا. واللي يحبون هذا المسلسل هم في الاقليه طبعا، عشان الاغلبيه منهم يكرهونها كره العمى. فيه اسباب لهذا الكره وبنقول بعضها. السبب الكبير هو انه انعرض حول اوقات كنسلت كثير من كراتين دي سي المحبوبه، من ضمنهم يانج جاستس، وحتى عشان يحط قالب نمطي على عديد من الشخصيات اللي في الحقيقه ما هم زي كذا، ويقل من جهه القصه، وما هو بس عشان ما هو تكمله الاول تين تايتنز، ولكن حتى عشان كل حلقه ما لها دخل باللي قبلها. وهذا بس يحق سقف الاسباب الكره كثير من الناس هذا الكرتون، تقييمات سيئه او تيربل ريفيوز. فانزات الكرتون هذا المتعصبين يقدرون يقولون اللي يبغونه على المسلسل، ولكن تين تايتنز جو استلم تقييمات شنيعه من كثير من المختصين عالم الكرتون واللي خارجه من بدايه عرضه. الانترنت مليان باسباب، عشان لو تبحث على السريع نادر تلاقي تقييم كويس، ونص التقييمات سيئه لها اسباب حلوه، لان هذا الكرتون فيه اغلاط وفيه خبصات كثيره. اغلبيه التقييمات السيئه تجي من فانزات المسلسل الاول، والصوره اللي كانت براسهم انه بيكون تكمله المسلسل الاول، وعشان كذا ممكن ما عجبهم، لان الجديد في وادي والاصلي في وادي. حتى تقييمات البروفيشنال ما كانت من جانب تين تايتنز جو، وكثير يقولون انه بالمختصر ما يضحك، واذا هو شيء فهو يقلل من احترام الكرتون الاصلي والشخصيات اللي فيها، ولا هو موجه لفانزات دي سي، وموجه اكثر للفانزات الطبيعيين، ما هو ايجابي كفايه، وقليل فيه دروس حياه للاطفال عكس الاصلي وكثير من الكراتين الثانيه في وقتها. وحتى مع كل الكره هذا باقي يحاولون يحلبون كل قرش منها، لانهم نزلوا موسم خامس. الفيلم اللي سووه هو اللي مفروض المسلسل يكون زيه، مع ان مسلسل تين تايتنز جو استلم منوعات من الاستقبال السيء. فيلم 2018 تين تايتنز جو اللي من براعتهم مسميها تين تايتنز يذهبون للافلام، كان الفيلم تقريبا كليا مشجع من الفانز والناقدين وغيرهم. عنده 90% مقابلات روتن توميتوز، انعرض في جولاي 2018 وجاب الى اليوم حوالي 50 مليون من الارباح. كان على الاقل شويه مضحك مع تخفيف النكت والمصطلحات الغبيه، كانهم عارفين ان الاهالي راح يجلسون جنب اطفالهم لانه فيلم في سينما، فخلوه مقبول اكثر من المسلسل نفسه. المشكله الان هم عارفين ان في هوب القصص حلوه مع الكرتون هذا، يتساءلون الناس ليش ما يسوون كذا في المسلسل نفسه. الحين ممكن يغيرون معرفتكم وش جمهورهم يحب، وممكن يجيبون اللي في الفيلم ويصير المسلسل، وهذا كل مطلوب منهم صراحه. هذا كان نهايه مقطعنا اليوم. إذا كنت في حاجة رفع نسبتك في القدرات والتحصيلي، عندنا كود خصم في موقع يزيد أكاديمي، تقدر تخصم 100 ريال، والرابط أول رابط في الوصف. لا تنسون زر الاشتراك. إن شاء الله استمتعتوا، ومع السلامة.